تعادل سلبي بدون اهداف بين النادي الاهلي والبنك الاهلي في شوط ندرت فيه الخطوره على المرميين، ويمكن تبادل الفريقين السيطره على منطقه وسط الملعب، ولكن زي ما قلنا ما كانش فيه خطوره حقيقيه او بالمعنى الحقيقي على مرمى الفريقين، الا كره من هنا وكره من هنا، ولكن اللعب كله كان محصور في منطقه وسط الملعب. نروح لفاصل وبعدين نرجع بعد الفاصل نشوف اراء محللنا الكبار على احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، الشوط الاول يعني توقعنا ان خالد يقفل الجيم، ولكن خالد فتح الجيم ومع ذلك ندرت الخطوره على مرمى البنك الاهلي. خالد زي ما احنا اتفقنا عنده مكسب في اول الدوري، بيحاول يحافظ عليه على الاقل ان هو يخرج منك بنتيجه اللقاء ده على الاقل بالتعادل، يعني انه ما يخسرش ثلاث نقاط. ففي فكره وامكانيات اللعيبه اللي عنده هو بينفذ ناحيه الشمال ناحيه محمد هاني. أيوة. بيقفل، عايز يقفل على علي معلول ورقابه صارمه على الاثنين الافارقه، انما هو مش هيعرف يمسكهم، هم متحركين على طول، بس مفيش بينهم عمق هجومي، يعني مفيش محطه هجوميه. انا شايف عاصم صلاح ده هو اللي شايل الحمل كله، مع ان عاصم صلاح ده المفروض ان لو حد وقف جنبه اكيد هيبقى فيه اخطاء. لعبنا بدايه المباراه برتم سريع جدا، عايزين نواكب نفس المباراه الاولى. اللعيبه مش عارفه تخلص الكوره، مش عارفه تخلص الهجمه، مش قادره. بعدين رجعنا تاني للريتم اللي هو نقل الكوره الصحيح، ان هو عايزين نطلع من الاطراف ونطلع الشمال، بس زي ما احنا واحنا قاعدين بنتفرج كده مفيش الباصه الريسكي، مفيش الباصه اللي فيها رؤيه الخطورة. تروح على طول مودياك فيها خطوره بقى، يعني خطوره احنا بنضمن منها ان اي عرضيه منها او اي حد يروح على الجون بتبقى هدف. الكورتين اللي جولك منهم ضربه الراس وبتاعه سوليه اللي من بره، دول رد فعل اللي احنا بنتمناها. كنت قاعد مع لعيب بقول له ادام احنا بناخد الكوره الثانيه فما تقلقش، فان شاء الله لو انت اللي ضاغط وانت اللي عامل اكيد في كوره، حتى الحل الوحيد اللي هو الهدف يعني. بعد كده باذن الله الاداء هيجي يعني حاجه ثانيه. كابتن علاء، يمكن زي ما قال كابتن شريف، خالد جلال قافل الاطراف، يعني هو بسيوني بيرجع مع علي معلول بيعمل الواجب الدفاعي، ويعقوب واقفل ناحيه الشمال هو وعاصم، بل على العكس ان كمان يعقوبه مفتاح لعب في الكرات الهجوميه اللي علينا. صحيح، انا في بدايه الاستوديو كلنا قلنا ان مباراه النهارده مش انسى مباراه الاسماعيلي. مظبوط. قلنا المساحات اللي كانت موجوده في الاسماعيلي والاخطاء اللي كانت موجوده مش هتلاقيها النهارده. وتقريبا الكلام اللي هو كله في الاستوديو الحمد لله وحصل في الملعب، الوقفه بتاعت لعيبه البنك الاهلي، الاطراف مقفوله ازاي، بيلعب على ايه بالظبط، كل الكلام ده قلناه. قافل عليك المساحات كويس قوي، مش مديك الحاجه اللي انت بتدور عليها، المساحات. النهارده في مشكله، بص على الثلاثه اللي قدام كل استلامهم ضهرهم للجول. ضهر للجول، مظبوط. ودي اسوأ حاجه. غير 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 مباراه الاسماعيلي، واسماعيلي انت بتتسلم على مساحه، شايف الثلاثه بيستلموا ضهرهم للجول وراهم مان. ليه؟ ليه؟ ان الثلاثه مسلمين نفسهم بدري قوي، دي حاجه. أيوة. لازم محمد مجدي ينزل شويه كمان كويس، ولازم حد يزود من نص الملعب. ايوه. لما الثلاثه اللي قدام يتمسكوا ده طبيعي. هيتحركوا ماشي، لازم حد يزقه من نص الملعب، لازم حد يجيب الكره من ورا لقدام عشان تفتح المساحات دي. انت ملتزم شويه. بمعنى اخر ما عندكش اللي هو يعمل لك الحته الهجوميه الزياده شويه في نص الملعب. ممكن يبقى في قلق او حرص شويه من هجمات البنك الاهلي المرتده. جات لهم هجمه كانت خطر جدا. وبعدين هو خالد عامل قافل اطراف كويس، عامل مساحات نص الملعب مقفوله كويس. عامل حاجه كمان النهارده لازم النادي الاهلي يعني يتصرف فيها بسرعه، ان دايما لما بيباصوا الكوره دايما الانقضاض بتاعهم سريع، بينقض عليك بسرعه. لازم، انت حاجتين مهمين جدا، لازم حركه من غير كوره، ولازم تسرب الكوره بسرعه. ما بيعملش حاجه خالد غير حاجه واحده بس، كله لعبه من عند اسحاق يعقوب ومحمد هلال. مزبوط. لو جبت 90% من هجمات البنك الاهلي كلها هم الاثنين دول، حتى الكوره خطر جت كده. صحيح. عشان كده لازم جنب ده يقفل كويس، ولازم يدور على ازاي الناس دي ما تروحش بدري وتقف، هم الثلاثه الهجوميين اساسا. صح. كابتن اسامه، شفت ازاي اداء النادي الاهلي الشوط الاول؟ لا، الاداء فيه بطء كتير، وكمان قفشه بيتحرك كتير ناحيه الجنب اليمين، فبنفقد خطوره كتيره قوي. مفيش حد عارف يربط بين لعيبه نص الملعب والجزء الامامي. اللي بيحصل ان في الدفاع قفشه بيروح ناحيه اليمين
ومكسوني بيروح ناحيه الشمال وما بيضغطوش جامد. فلاعيبه البنك الاهلي عاصم صلاح واحمد ياسين وامير مدحت، وانا قلت لك هو هيلعب ثلاثه في العمق يعني قلت لك غالبا هيعمل كده احنا لما نشوف التشكيل، بس انا قلت لك كده لانه عاصم صلاح لعيب عنده خبره، بطيء شوي بطيء طبعا بحكم السن، لكن هو موقفه بس ناحيه الشمال ومدي الحريه لاسحاق يعقوبه، فهو موقف ثلاثه في الخط الخلفي لكن ما فيش ضغط عليهم كويس. وبعدين موضوع ان قفشه ناحيه اليمين عمرو السولية واكرم توفيق مش مزودينا كويس ورا في الحته اللي هي بقى ورا الثلاثه دولت. وبعدين برضو انت بتلعب بالطريقه ديت ان حمدي فتحي مع بدر بانون بايمن اشرف الثلاثه واقفين ما فيش زياده منهم يعني الثلاثه ملغيين في الهجوم، الثلاثه بينقلوا لتحت او لقدام هم واقفين وواقفين ما فيش زياده خالص، فما فيش زياده عندك من نص الملعب. فانا شايف انه واحد يطلع من نص الملعب او حد يعني السردباكات يعني حمدي فتحي مثلا او حمدي فتحي يخش مكان اكرم توفيق واكرم توفيق يخان هاني او يفضل هاني ويطلع اكرم توفيق ينزل وينزل مثلا احمد عبد القادر ينزل شريف ينزل حسين الشحات حتى حسين الشحات ممكن حسين الشحات ينزل ناحيه اليمين يبقى قافل على عاصم صلاح ويلعب عليه في الحته ديت وبيعرف يجيب جون وقفشه يخش للعمق في الظروف دي كده ممكن مكان اكرم توفيق عادي جدا خلاص يفضل هاني زي ما هو ويطلع حمدي فتحي في نص الملعب لان انا حاسس ان اكرم عامل مجهود وكده بس ملخبط يعني مش مفيش تحكم في اللعب مفيش تحكم في اللعب غريب شويه المنطقه المكان هو ممكن عارف ممكن يعمل حاجه غير الثانيه يعني ممكن نفس اكرم توفيق يروح على مكان هاني بالظبط كده برافو ماشي بس اللي انا اقصده ان يطلع حمدي فتحي في نص الملعب ويلعب جناح ناحيه اليمين زي احمد عبد القادر او حسين الشحات او ينزل محمد شريف باذن الله. عادل ايه اللي كان يونس النادي الاهلي الشوط الاولاني وحلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟ الاثنين اللي على الطرف قافلين الفراوده الثلاثه قافلين بدليل ان علي معلول واكرم توفيق او محمد هاني ما راحوش وعملوا كروس، دي اهم حاجه اللي فيها النادي الاهلي النهارده دي اللي بطئه اللعب كله. الحاجة التانية المهمة ان الكابتن علاء قال كلمة عجبتني جدا الاستلام كله بالظهر ودي حقيقة يعني انت ما بتستلمش الا بالكور الثابتة ايوه انت لازم تجري لازم تاخد سرور لازم تاخد سرعات انت ما بتشتغلش بسرعات دلوقتي انت بتشتغل تمركز لعبة التمركز بالكورة قفشة برستاو اللعيبة بتستلم وبعدين بتقف وبعدين بتتحرك بالكورة لا انت محتاج انك انت تغير في حتة انك انت اتنين فراودة او لو عاوز تلعبها من بره يبقى عبد القادر وممكن ينزل عبد القادر وحسين الشحات ممكن يغيروا لك طريقه اللعب ويحسنوا لك الاداء ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه ارجوكم انتظروا.